فضيحة جديدة بكل معاني الكلمة. الفضيحة دي يا سيدي الفاضل محدش هيعرف يعالجها ولا حد هيعرف يداريها. فضيحة السيسي النهاردة انه بيعمل قرار بيعدل القانون بيقول انه عنده صلاحية يبيع ارض مصر ويملكها لاي حد. اللي عنده فلوس دلوقتي يجي يشيل اي حتة في مصر على كيفه. يجي يطرد اهالي حي الجميل وياخد ارضهم. يجي يطرد الناس من اي مكان في مصر. عندنا اماكن عليها العين وفيها الطمع زي ما حضرتك عارف. زي الوراق مثلا وزي اللي بيحصل في الكيلو 4.5 وزي حتت كتير في مصر منها العتبة اللي الدور هيجي عليها قريب. عيون كتير على المناطق دي عايزين يستثمروها او يمتلكوها او ياخدوها علشان يبقوا محلل اقتصادي وبعد كده يبيعوها لشولح ولا كوهين على راحتهم هم حرين. لان عبد الفتاح السيسي بيديهم الحق في تملك الارض المصرية والتصرف فيها كما المصريين. السؤال هل ده هيتعمل مع دول بتتيح للمصري انه يتملك فيها كما ابن البلد؟ يعني انت هتعمل القانون ده عشان تسهل على المستثمر العربي الامارات او السعودي او غيرهم من البلدان. هل هيبقى بالتبادل؟ يعني هتقول الدولة اللي هنبيح ليها او نتيح ليها انها تتملك اراضي مصر المواطن السعودي اللي يجي يشتري ارض مصر ويتعامل فيها كما المصري. هل تشترط ان السعودية كمان توافق ان يعامل المواطن المصري كما المواطن السعودي في مسألة التملك في الارض المملكة العربية السعودية وهكذا للامارات وهكذا لغيرها؟ ولا احنا وبس؟ ولا هيبقى الجيم من ناحيتنا بنبيع وما بنشترطش على حد انه يعاملنا بنفس المعامله؟ الناس دي كسر عينه. كوهين قال له بيع لهم علشان هيبيعوا لي بعد كده. ايا كان السبب فعبد الفتاح السيسي ادى لنفسه الحق وادى لنفسه تقييم هو يقيم السبب وادى لنفسه ان هو يديهم حقهم او حقنا في بلدنا. ادى للاخرين حقنا احنا في بلدنا بجر الم. فضيحه والله من عيار تقيل. ارض مصر في المزاد ولسه الا اونا الا دوا الا تري اللي معاه هيجي يشيله. السيسي هيقول له شيل زيك زي المصريين.